السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معاكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. طبعا اليوم شرحنا راح يكون عن كيفية جعل برنامج البلو ستاكس يكتب باللغة العربية. كلياتنا شفنا شرح طريقة تحميل برنامج الواتساب على الكمبيوتر والكل استفاد منه الحمد لله، لكن واجهتنا بعض المشاكل عند أغلب اللي طبقوا الشرح، وأهم مشكلة كانت إنه البرنامج ما بكتب عربي بس بكتب إنجليزي. اليوم إن شاء الله بهالشرح راح نحل هاي المشكلة، ومشكلة بسيطة يعني مش صعبة، ونحكي بسم الله ونبلش بالشرح. بداية نفتح برنامج البلو ستاكس. ثواني خليني أكبر البرنامج عشان تكون الصورة أوضح. أوكي، أنا بالشرح الماضي لما شرحنا طريقة تحميل الواتساب كان الإنترنت عندي بطيء وما عرفت اني احمل الواتساب، فانا حملته زي ما انتو شايفين وفعلته، بس ما عندي اي يعني ما عندي مش ضايف اي حدا عندي على الاسماء حتى اني اقدر ادردش معه عشان افرجيكم تطبيق عملي اليوم. خليني افرجيكم. زي ما انتو شايفين في عندي كبسة تيل افريند، هذا بدل على انه ما عندي اي صديق، فانا راح اسكر الواتساب. واليوم تطبيقنا ان شاء الله راح يكون على برنامج الفيسبوك، بس عشان افرجيكم بالاثبات انه البرنامج راح يقدر يكتب عربي. فانتوا طبقوا الشرح اللي راح اشرحه اليوم، وان شاء الله البرنامج بصير يكتب عربي على اي برنامج كان، فيسبوك او واتساب او فايبر او تانجو، ايش ما كان راح يصير يكتب عربي ان شاء الله. بداية بندور على السيتينجز زي ما انتوا شايفين، هاي السيتينجز نكبس عليها او الاعدادات، بعدين بنروح على language and input. اوكي، زي ما انتو شايفين language عندي English United Kingdom، انت عندك يمكن يكون English USA او US، وعندك هون الكيبورد and input methods الديفولت اللي هو الافتراضي انجليزي او الانجليش UK اندرويد كيبورد. طبعا احنا كيف راح نخليه يكتب عربي؟ بداية في عندك هنا هاي كلمة اللانجوج، إذا بنختارها وبنحدد اللغة العربية راح يتحول الجهاز أو البرنامج البلو ستاكس كلياته عربي زي ما أنتوا شايفين، تحول كامل عربي. أنا ما بدي أحول لغة البرنامج، أنا بدي أحول لغة الكتابة فقط، فبدي أرجع البرنامج عربي إنجليزي عفوا. وين الإنجليش؟ إنجليش يونايتد كينجدوم. أوكي، بدي أخلي البرنامج إنجليزي بس اخليه يكتب عربي. كيف؟ طبق مع الشرح اللي راح تشوفه. بداية في عندك هون كبسة الديفولت اللي هي English UK، بكبس عليها، بعدين بكبس على هاي الكبسة configure input methods، بعدين بكبس على الكبسة هاي اللي على الجنب شايفين، في عندي input languages English UK أو English US بيكون مكتوب، بكبس عليها. use system language شو معناتها؟ معناتها استخدم لغة النظام. طبعا نظام البلو ستاكس زي ما انتو شايفين انجليزي، فبالتالي راح يكتب انجليزي بس، فأنا بشيل الصح من جنب use system language وبنزل بختار بخلي صح على الانجليش، ما في فرق English UK أو English US نفس الحكي ما في فرق، بس بدي أحط هالمرة Arabic هون، بدي أحط عليها صح. هسا هيك الكيبورد صار يكتب عربي وإنجليزي. خلينا نشوف مع بعض، نرجع برا. أوكي، أفتح الفيسبوك. مثلا بدي اكتب كومنت هون، اكبس على كومنت، خليني اجرب اكتب كومنت. البرنامج بكتب انجليزي. اوكي، نمسح، احول اللغة الت وشيفت، برضو انجليزي. خليني اطلع على الويندوز برا افرجيكم. مثلا
لغة نحولها نعملها أرابيك. أكتب هون مثلا بكتب عربي جوا برنامج البلو ستاكس، لساتها أرابيك زي ما أنتم ملاحظين عربي. أكتب بكتب إنجليزي، طب ليش؟ أفرجيكم ليش. في عندكم هون كيبورد لبرنامج البلو ستاكس نفسه، يعني كيبورد برنامج الكيبورد تبع برنامج البلو ستاكس يختلف عن كيبورد الويندوز، يعني كل كيبورد لحال. فإحنا شو بدنا نعمل؟ في عندك هون رسمة كيبورد أو لوحة مفاتيح، بدي أكبس عليها، بختار أرابيك وبكبس هون على الكومنت عشان أكتب. لسه بكتب إنجليزي، طب ليش؟ شو بدي أعمل؟ في عندك هون Use Physical Keyboard On، بعملها Off وبكبس هون، بتطلع عندي الكتابة عربي. خليني أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين الكتابة طلعت باللغة العربية وطلعت كاملة متجانسة مع بعض، ما في بينها فواصل. لو بدي ارجع على اللغة الانجليزية برجع بكبس على الكيبورد اللي تحت وبكبس على انجليش، ترجع اللغة انجليزي. أيوة بكتب انجليزي. ولهون شرحنا ان شاء الله راح يكون انتهى، ولا تنسونا من الدعوة الصالحة، واذا افادك الدرس يا ريت تعمل لي لايك للفيديو وتنشره بين اصدقائك، خلي الكل يستفيد. لا تحتكر، خلي الكل يستفيد زي ما انت استفدت. يا ريت لايك واشتراك بالقناة، وياريت تدعمونا بانه تحطوا مفضلة للفيديو. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.